مش قادر افهم. دكتور نفساني كبير زي دكتور يوسف مش قادر يحلل البنت هيتجوزها؟ ليالي دي عايزه فرويد ذات نفسه، ويمكن يضرب معاها لخمه كمان. هي بالنسبه لها جوازه زي كل الجوازات اللي اتجوزتها قبل كده، يعني سنه اتنين بالكتير ويلا. لا 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 ما اعتقدش، دكتور يوسف ده مش هيعمر معاها 3 4 شهور. شخصية زي الدكتور يوسف مش هتلفت نظر ليالي قوي. لا يا راجل محدش يعرف ابدا مين هيعمر مع التاني، ده ممكن ده اللي يعمر. انا مثلا وسهام شخصياتنا مختلفة عن بعض، وادي احنا اهو معمرين. ايوه لان سهام عايزة تعيش، وانت كمان سهام بالنسبة لك واجهة اجتماعية. مش معقول طبعا كنت هتتجوز بطلة من بطلات مغامراتك العجيبة دي. اهلا بالنجمة. هلا يا ليلي ازاي؟ اهلا اهلا. هاي هاي. ايه اخرت كده ليه؟ انت كان معادك 10؟ ما انت عارف لسه ما جبتش عربيه. بكره يبقى عندك عربيه. هتجيبها لها انت؟ لا هتجيبها لها انت. ومع ذلك يا سيدي انا ما عنديش مانع لاني مش بخيل زيك. تمام انت بالامانه بخيل يا ناجي، بخيل معلش. انت اغنى واحد فينا، لكن تطلع فلوس اوعى وشك. يطلعهم في البيزنس بس، ومع ذلك المدموزيل الجميله اللي زي القمر اللي قاعده جنبي دي تعمل لك بيزنس 100 100. حظك في رجليك يا ناجي. مالكوش حق يا جماعه، كفايه ان مستناكي هيعملي اول شريط. بصراحه انا عمري ابدا ما هقدر انسى وقفته جنبي. ده بس عشان عارف امكانياتك، غير كده ما كانش طلع مليم احمر. ده ناجي السمري، اسالينا احنا نعرفه كويس. على فكره يا شهاب ادري جالي النهارده، قابلني في المكتب، فعلا طلباته مبالغ فيها قوي. يعني ايه يا مستر ناجي؟ يعني ياسر بيقول ان في مخرجين اجرهم وطلباتهم اقل بكتير قوي من العبقري شهاب ادري ده. بس انا مع شهاب ادري هبقى سوبر ستار باغنيه واحده. يا سلام. ليه بقى يا ليلي؟ هو شهاب ادري اللي هيغني ولا انت اللي هتغني؟ الحكايه مش حكايه غنى مستر ناجي، الحكايه حكايه صوره، شكل، الابهار، يعني فيديو كليب اخراج شهاب ادري حاجه واو هتكسر الدنيا. ليلي عندها حق يا ناجي، فعلا الاغاني اليومين دول ما بتتسمعش بقت بتتشاف. ما تنساش يا سراج ان ناجي اول مره يخش في بيزنس من النوع ده. انا مستعد اشارك ناجي. بتتكلم جد يا دكتور؟ لو ناجي ما عندوش مانع. احنا ما عنديش اي مانع طبعا، خصوصا بقى ان ياسر وعدني انه هيجيب لي مجموعه من الاصوات الجديده الجميله جدا، ولاد وبنات، وفي الحاله دي بقى المشروع ممكن يوسع جدا. بس انا هشاركك في المشروع بتاع ليلي وبس. ما عندوش وقت. ميرسي خالص يا دكتور. اوكي يا جماعه تصبحوا على خير. ايه ده؟ معقول هتاخدي تاكسي وتروحي لوحدك دلوقتي؟ اجي اوصلك بقى. لا ميرسي خالص يا مستر ناجي، ميرسي. ليلي انت طريقك فين؟ الهرم. يا ده في سكتي. انت هنا في العجوزه يا ناجي، انا هوصلك. خلاص دكتور سراج هيوصلك. ميرسي قوي يا دكتور، بس مش هعطلك؟ هتعطلاني ايه بقى؟ ما قالك انك في طريقه. يلا باي باي. اوكي يا مستر ناجي هكلم حضرتك بكره. وانا منتظر تليفونك. ميرسي خالص. باي باي. باي باي. باي باي. ما بضيعش وقت سراج. حقيقي الله يكون في عونك يا سهام. زي ما اكون اول مره اشوفك النهارده. ولقيتني ازاي النهارده؟ احلى من المره اللي فاتت. ازاي بقى؟ انا زي ما انا، نفس الشعر، نفس المكياج، ده انا حتى النهارده فتحت الدولاب ولبست اللي لقيته قدامي. بس يمكن عشان المره اللي فاتت سمعت صوتك والمره دي شفت صورتك. عايز تقول ان شكلي احلى من صوتي؟ انت كلك على بعضك حلو. وعلشان كده عايز تشارك مستر ناجي في انتاج الكاسيت؟ لا مش عشان كده طبعا، انا عايز اجرب حكايه البيزنس دي. بس جراحه التجميل بيزنس جامد وجامد قوي. بس انا اعرفه من اوله لاخره، انا عايز اجرب حاجه جديده ومفيش احلى من الفن،
هو ده اللي هيجدد. احلى من الفن ولا احلى مني؟ انت لوحة تشكيلية جميلة وانا شغلتي الجمال. قولي صحيح يا دكتور، يعني عشان حضرتك دكتور تجميل وكده، انا في جسمي او في شكلي حاجة غلط؟ فيها حاجة عايزة تتصلح؟ انا عايز اصورك واعملك موديل عشان كل العينين اللي جايين لي يبقوا شبهك. انت تجنن قوي يا دكتور، مش عارفة يعني البنات يعملوا ايه في كلامك الحلو ده. سيبك من البنات، انت اللي محدش يقدر يقاوم جمالك. مرسي خالص يا دكتور. الف مبروك. الله يبارك فيك. بس انا برضو عايز اعرف رايك في اللي انا قلته لك. انا ماليش راي. ليالي الصغيره، واكيد حضرتك عارف انت بتعمل ايه. يا رامي ليالي اختك، يعني اقرب انسان ليك وانا بطلبها منك. انا بتعالج من الادمان، يعني رايي ملوش اي قيمه. مفيش مشكله، ناس كتيره بتاعي وبتتعالج، واعتقد ان ده ما بيأثرش على حكمهم على حياتهم ولا حياه الناس اللي تهمهم. زي ما قلت لك، انا يهمني ان انا اعرف رايك ايه. صدقني يا دكتور انا موافق، على الاقل الاقي حد اتكلم معاه. بس اللي مرسوم على وشك بيقول عكس كده. هو ايه اللي على وشي؟ مش عارف، زي ما يكون جواك كده حاجه مش مرتاحه، زي ما تكون رافض بس مش عايز تتكلم. لا ده ولا ده، الحياه ليالي من زمان وهي مش هماني في حاجه، حياتي كمان مش هماها. لا لا لا، بالعكس بالعكس يا رامي، ليالي ما بتحبش حد في الدنيا قدك. المشكله ان ليالي شغلها حساس، ممكن تكون بتعبر عن حبها ده بطريقه عصبيه انت ما بتحبهاش، وانا كمان زيك ما بحبهاش، بس كل واحد بيعبر عن حبه بطريقته. عشان كده يا دكتور انا موافق. مش عارف، انا مش مقتنع. عشان حضرتك هتكون قريب مني ومن ليالي، ويمكن تقدر انك تقربنا من بعض. مع اني مع انك ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. انت بتخوفني كده، انا حاسس ان جواك حاجة مش مرتاحة. انت اللي هم حضرتك دلوقتي الموافقة، وانا موافق. انا مش عايز افكر في اي حاجة غير اني مرجعش المخدرات تاني.